فأنا إذا عندي ويف فورم حللت هاي الويف فورم للهارمونيكس اللي فيها، المفروض إنه الباور الموجودة في الويف فورم يعني conservation of power الباور اللي موجودة بالوريجينال سيجنال يعني F أوميجا T بتساوي الباور الموجودة في F1 أوميجا T زائد الباور الموجودة في F2 أوميجا T. مظبوط اوكي. اذا كل الهارمونيكس اللي احنا فككنا هاي السيجنال الها، الهارمونيكس اللي فككنا هاي السيجنال الها، الباور اللي هي بتحتويها راح تكون ما لازم تكون نفس الباور اللي بتحتويها الهارمونيكس كلها. مظبوط، كونزرفيشن اوف باور لازم يكون هيك. اذا لو فرضنا انه السيجنال الاصليه كانت مثلا كرنت، حللناها على شكل كرنت، فكان عندي اي اوريجينال او مين ار ام اس سكوير، والله سكر لي هالباب لو سمحت، سكر الباب. هاي بدها تساوي الباور اللي موجوده في كل الهارمونيكس المختلفه، فراح تكون ار اي 1 ار ام اس سكوير زائد ار اي 2 ار ام اس سكوير. انا هون بفترض انه الدي سي ما في دي سي، اذا في دي سي كمان هذا بده يشمل الدي سي، مظبوط؟ بده يشمل اي نوت كمان، زائد ار I3 RMS سكوير إلى آخر إلى آخر. إذا الباور اللي موجودة بالسيجنال لازم تكون مساوية للباور الموجودة بالبسيط كومبوننت، وممكن هذا يشمل زي ما حكيت إذا في DC components راح يكون كمان في I نوت، مظبوط؟ إذا بلغي الآن بقسم على R، فبقسم كل شيء هون على R وبقسم كل هذه هون على R، راح يشطب معي الـ R اللي موجودة هون، بعدين راح آخذ الجذر التربيعي تبع الجهة هذيك اللي هناك، فراح يصير عندي اي اوريجينال او المين سيجنال ار ام اس سكوير بده يساوي الجذر التربيعي ل اي 1 ار ام اس سكوير زائد اي 2 ار ام اس سكوير. اوكي، اوريجينال بدون سكوير، اوريجينال بدون سكوير صحيح. الار ام اس تبع الاوريجينال سيجنال بده يساوي الجذر التربيعي لمجموع كل السيجنالز هذول، باخذ الار ام اس لكل السيجنالز بجمعهم بحطهم تحت الجذر، ونفس الشيء راح ينطبق عندي على في، اذا كان عندي في اوريجينال ار ام اس تساوي على تساوي في 1 ار ام اس سكوير زائد في 2 ار ام اس سكوير الى اخره. خلينا هلا هذا نطبقه على سكوير ويف اللي كنا اطلعنا عليها قبل شوي، اذا بتتذكروا السكوير ويف اللي حللناها. سكوير وكان عندنا سكوير ويف عرضها 180 درجة، وكان عندي هون الارتفاع يساوي ام، هون عندي ماينس ام ماينس ام بلس ام بلس ام. كان عندنا هاي السيجنال اللي حللناها، وجدنا انه عندي هون هذه بتساوي السيجنال تطلع، اذا كنت بدي اسميها مثلا اف اوف اوميجا تي تساوي، ما كان عندي دي سي كومبوننت زيرو، وكان عندي بس اود هارمونيكس بالساين، فكان عندي 4 ام على باي برا، مظبوط؟ وفي الداخل عندي صار ساين اوميجا تي زائد 1 على 3 ساين 3 اوميجا تي زائد 1 على 5 ساين 5 اوميجا تي. هذا نفس الشيء لازم ينطبق عندي هون، مظبوط؟ نفس العمليه لازم تنطبق عندي من هون. هلا اطلعوا لي ايش الار ام اس تبع السيجنال الاصليه. لو كانت هذه السيجنال عندي دي سي بلس ام، ايش راح يكون الار ام اس تبعها؟ هو نفسه. يعني اذا كان عندي سيجنال دي سي وهاي القيمه هون ام، اذا الار ام اس هو نفسه، الافرج هو نفسه الار ام اس، اذا هون عندي اف ار ام اس تبع هاي السيجنال بيساوي ام، وهو نفسه الافرج بالحاله هاي، حاله خاصه لانه هذه بيور دي سي. طيب هل الباور راح تختلف اللي جاي من ماينس ام وبلس ام؟ نفسها. اذا هاي كانه الباور اللي موجوده هون بالفتره هي نفس الباور الموجوده هون، مش هيك؟ لما بربع ام او بربع ماينس ام الاثنين راح يعطوني ام سكوير، مظبوط؟ اذا قديش الار ام اس تبعت هذه السكوير ويف؟ كمان ام. نفس الشيء الار ام اس تبع السيجنال هاي يعني اف اوميجا اوف تي RMS يساوي M. الكل فاهم ليش M؟ الباور ما بيأثر إذا إجتني من negative source أو positive source.
فهي فعليا الباور خلال الفترة هاي راح تكون تتناسب ام سكوير مزبوط، وخلال الفترة هاي راح تتناسب مع ام سكوير. ما مركزين معي، ما فاهمين. لا انا لو جيت اخذت هلا هاي السيجنال بالفترة هاي، لو ربعت هون ام سكوير، لو كان هذا فولتج، لو كانت هاي السيجنال فولتج، قديش الباور راح تكون خلال الفترة هاي اللي راح اخذها من السيجنال؟ مش راح تكون ام سكوير على ار؟ طيب الباور راح اخذها من هاي السيجنال خلال الفترة هاي شو راح تكون كمان؟ ام سكوير على ار، مزبوط؟ اذا فعليا الار ام اس تبع هاي السيجنال هو نفسه هاي. هاي السيجنال ار ام اس اللي هي نفس هاي الار ام اس، هلا كونها مرات كانت بلس ومرات كانت ماينس ما اثر على الباور. إذا الـ RMS لهاي السيجنال هو نفس الـ RMS لهاي السيجنال، ما بيختلفوا الاثنين عن بعض. إذا هاي الـ RMS لها M. هلا هذا إذا هذا صحيح لازم يكون الـ RMS لهدول كلهم كمان M، مزبوط؟ شو الـ RMS لهدول؟ كيف بحسب الـ RMS لهدول السيجنالز؟ أول شيء هلا بتطلع الساين هاي قديش الـ RMS لها؟ هل هذه كونستنت؟ لا، ساينوسويدال. هي سكوير ويف؟ لا، هي ساينوسويد. إذا قديش الـ RMS لساينوسويد؟ واحد على جذر 2 او المعامل تبعها على جذر 2، مظبوط؟ اذا راح يصير عندي ال ار ام اس اوميجا تي او ال ار ام اس تبع الهارمونكس، يعني سميهم هون اذا بدك هارمونكس ار ام اس، راح يساوي 1 على جذر 2. هذا المعامل مشترك بينهم كلهم، مش هيك؟ مش بقدر اربعه واطلعه برا ولا اربعه واخليه جوا بالاول عشان تعرفوا شو عملنا. هي هيك ماشي مزبوط، كل ماشي واضح معي هون. هلا شو راح اعمل في كل واحدة من هدول؟ راح اخذ الار ام اس تبعها واربعه، هي مزبوط. بس الار ام اس لساينوسويد شو بيساوي؟ واحد على جذر التنين، مش هيك؟ فبصير عندي هذا واحد على جذر التنين مضروب في واحد تربيع، مش هيك؟ زائد عندي هون كمان واحد على جذر التنين، طبعا هذا بدي اربعه من هون، مزبوط. هلا عندي هون 1 على 3 على جذر التنين، هذا الـ RMS تربيع، مظبوط؟ 1 على 5 جذر التنين كل تربيع، 1 على 7 وهكذا، مظبوط؟ هل جذر التنين مشترك؟ هلا هذا 1 على جذر التنين وفي عندي 4، هذه مشتركة بينهم كلهم، مظبوط؟ إذا بدي أطلعها برا، بقدر أطلعها برا. إذا بصير عندي الهارمونكس الـ RMS إلها بيساوي، هلا هاي مربعة مش بقدر أطلعها برا الجذر، شو بعمل؟ 4m على باي بتصير برا. واحد على جذر التنين مشترك بينهم كلهم، مظبوط؟ هلا هو واحد على جذر التنين تربيع، بيطلع برا شو بصير؟ واحد على جذر التنين. إيش بضل عندي جوا؟ عندي واحد على ثلاثة تربيع، واحد طبعا عندي واحد تربيع، واحد على ثلاثة تربيع، واحد على خمسة تربيع، واحد على سبعة تربيع. إذا هذول بيصيروا واحد زائد واحد على ثلاثة تربيع زائد واحد على خمسة تربيع زائد واحد على سبعة تربيع. هلا بصير عندي هون فيش إشي تاني أبسطه، فبتصير عندي هلا هاي أربعة إم على جذر التنين في باي، وهون عندي 1 زائد 1 على 9 زائد 1 على 25 زائد 1 على 49. حط مع كالكوليتر يحسب لي اول شيء هذا الجزء، 4 على جذر 2 على باي. قديش تطلع؟ 0.9. طيب وابدا اجمع لي هلا هدول. ام 0.9 ام، تمام. ايش لازم يطلع الجواب النهائي؟ اذا شغلنا مزبوط لازم يطلع ام، مزبوط؟ لانه انا عندي هون ام، اذا هاي 0.9، اذا المفروض هذا ايش يطلع؟ 121. واحد على 0.9، مش هيك؟ واحد على 0.9 حسبته؟ قديش بيطلع 1.1؟ لا واحد تقريبا، 1.3 لازم يطلع 1.21 او 9
قديش قديش بيطلع؟ لا لا جواب النهائي. هذا مثلا خذ الترمز هذول 1 2 3 4 واللي بعده شو راح يصير؟ 1 على 1.8. خلينا ناخذ هذول الترمز. الترمز مش عشان تصف اشيل ال 1.9 لازم يطلع 1.1 صح، اللي تربيحها 121 او 1.21. اه 1.21 قصدك. مزبوط بيطلع 1.21. تقريبا. طيب يعني هاي بتصير 1.21 تحت الجذر. هاي تحت الجذر تطلع هذه. اوكي مزبوط شغلنا هيك، الكل فاهم شو اللي عملناه هون؟ اثبتنا انه الباور اللي موجوده بالهارمونكس هي نفس الباور الموجوده او الار ام اس. طلعنا الار ام اس عن طريق فكره الباور، كونزرفيشن اوف باور. ماشي واضح؟ طلع معي هون ام وهذيك فيها كانت